أورانج تالنتس، برنامج اكتشاف المواهب المغربية من أورانج، رجع من جديد. من 30 مشارك ومشاركة بقوا اليوم 12 موهبة هما اللي توفقوا يدوزوا للبرايم الجاي، أي ربع النهائي، باش يغنيوا دي ماشاب جداد ويتنافسوا على المراحل الجاية. ما زلت تبعهم خدمة كتيرة، لازم يشكلوا فرق جديدة، يختاروا الأغاني اللي غادي يقترحوا على لجنة التحكيم، يتدربوا عليهم ويتغلبوا على العياد يلي يام اللي فاتت. لكن هادشي كله ما منعهمش من خلق أجواء المتعة والنشاط بيناتهم في استوديوات أورانج تالنت، لأن المعنوية الطالعة والثقة بالنفس كتزاد من بعد كل مرحلة. ومن طبيعة الحال كل فريق حط العين على الفرق الأخرى باش يتجسس على الخدمة ديالهم وبغي يعرف أشنو كيوجدوا، حيث المنافسة كبرات وكل فريق كيقلب على الأحسن باش يبهر لجنة التحكيم ويتجنب أنه يتهدد بمغادرة المسابقة. هلا عرفتي شنو غنغنيو؟ فاطمة والزهرة بن ناصر وهيرو. واو، شنو غنغنيو؟ شنو غنغنيو؟ شنو غنغنيو؟ شكرا يا مارك، كحما اختيك كحما بنتي كحما اسماء يونس وجلال ها هما وصلوا لاستوديوات أورانج تالنت، متشوقين يشوفوا فين وصل عمل المشاركين ومتشوقين لمساعدتهم على اختيار الأغاني وتشجيعهم. وما كاين ما نخبيو عليكم، حتى أعضاء اللجنة كيعجبهم الحال ملي كيتلاقاو ويبداو يدندنوا في الاستوديوات ويغنيوا اللي جاتهم على البال. ولكن المشاركين كتشدهم الخلعة ملي كتوصل للجنة، حيت داكشي اللي غادي يقترحوه على اللجنة هي اللي غتحسم فيه، هي اللي غادي تقرر شكون غادي يغني مع شكون وشكون غادي يغني شنو. ولكن واخا هكاك أسماء وجلال ويونس ظريفين بزاف واخدين بعين الاعتبار الضغط اللي على المشاركين. وشكون اللي قال نتلاقاو من بعد فراقنا؟ نقول محن القلب تلقيني ساعة دار الحال وربي تدى أطلقت عمري عينيك مع عينيا. أيوة ماشي كيف ما كنتي معايا، جيسبيغ ما تكونيش مغبونة، أتكوني في أماشي جيسبيغ تكوني لقيتي اللي بغيتي وتمنيتي جيسبيغ. ويلي في الغماء يدري بيك الربا دابا عليها عليها ياك سي صافي. لا هي عندها بلاصه هابطه ومني كتبغي تقول لاخر باش تلمع كتغني حدا لا حدا لا نوت هنا هو في سيف سايد، هي اللي غتضر لان هي صوتها في واحد البحه خصنا نستغلو على الماكسيموم باش تبان بغيون. علاش غنضيعوها في اغنيه ما غتفيدها بوالو؟ يعني حاولوا ماكسيموم على الاقل وحده اللي جالس دار ويدندن معاك يقول واو، سهلوا عليهم لاطاش، ما يكونش كل شيء نيو وانتم كتغنيو بلونغلي.
خليهم يقربوا للناس، ديروا ستيب عند عباد الله. حتى الان ما كان حتى شي شونج طون شعبي، ما فهمتش علاش. لا لا دابا جيتي حتى لهذا باغي دير شعبي. لا راه كتخرج لا هادو والله حتى هادو يقدروا يديروا فيزيو. ويلا يلا يلا ويلا ميرا صعب لينا ولا الميرا الميرا بعيد عليا بابا اياك لازم الجوح يبرع بدوام تفيقات تفيقات اليوم تفيقات. اولا برافو انا كنهضر بالعربيه اونفا هضرت مي ما تقولش هارموني الا ما واثقش منها. خليها هي كانت قايلها جوست وجاي مع حلقها اون بلوس حلقك غيغمق على حلقها في هاد لابارتي هادي داكور. كنشارك معكم اقوى اللحظات اللي كيعيشوها المواهب ولجنه التحكيم في كواليس اورانج تالنتس الموسم الثاني، وكنتسناكم نهار السبت باش نشوفوا جميع البرايم الجديد ونشجعوا جميع المواهب المغربية. حيث المهم تبان موهبتك، أورانج المساند الرسمي للمواهب المغربية. من المهم ديما قريب أورانج.